ما في انقطاع بالقمح، القمح موجود عندنا، نحن ذكرنا سابقا عندنا كميات بتكفي لشهر ونص، واليوم اطمنت بعد اكثر من كل اصحاب الشأن داخليا وخارجيا انه في كميات بتكفي شهر ونص او حتى شهرين. من يومين دخل بعض البواخر، واليوم دخل عنا باخره تقريبا دافيه ساعات المدير العام 11000 الوطنيه بطرابلس المفضيه فيها 11000 طن، وبعد في بواخر، بس مصرف لبنان عم يتعاطى معنا بايجابيه. انا على تواصل دائم مع الحاكم ومع رئيس الحكومه، وهن حريصين انه كل البواخر اللي نحن قادرين اليوم نفوتها بالاسعار المخفضه نفوتها، وهذا الشيء كمان بيزيدني اطمئنان انا انه المواد موجوده عنا، ما في انقطاع.